فاحنا النهارده ماشيين مع بعض مع المسيح ينور عينينا وقلبنا وفكرنا ويدينا ان احنا نكون فعلا نور العالم. انتم نور العالم، واللي يمشي مع المسيح في نوره يبقى هو كمان نور ينور لكل العالم، فيرون اعمالكم الصالحه ويوجدوا اباكم الذي في السماوات. النهارده نعمل ربنا بسرعه كده نتكلم على ازاي الواحد يبقى عايش في نور المسيح. داود النبي عاش في الفكر ده، فقال وصلى مزمور النهارده بيقول قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا، صوت التهليل والخلاص في مساكن الابرار. عاش بالروح. فالانسان عشان يعيش في النور ده زي ما بنقول في الترنيمه، نور ينور حياتك، نور المسيح العجيب يغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب، من ترنيمه كده. فاول حاجه عشان عايزين المسيح يبقى نور حياتنا يبقى لازم الواحد يعيش بانفتاح العقل. ايه انفتاح العقل؟ يعني عقله متفتح في العالم، بس انا يعني هقفل عقلي على ايه؟ ما انا محتاج ان عقلي يبقى عقل منفتح، ومحتاج ان قلبي يبقى قلب متسع، ومحتاج ان روحي يبقى روح مطبع. فاول حاجه الفكر المتسع. الفكر المتسع في المسيح خلاه يحتضن الكل، يحتضن الكل. بيقول لك ما جئت ان ادعو ابرارا بل خطاه الى التوبه. فكر المتسع خلى المسيح يشوف زكى العشار، زكى العشار كل الناس تكرهه، ده رئيس عشارين، لكن المسيح يخش يقول له يا زكى ينبغي ان امكث اليوم في بيتك. فكر متسع، يقف يكلم الكتبه والفرسين ويفهمهم ويعلمهم ويقول لهم، لكن للاسف لم يبرروا الله من جهه انفسهم، يعني ما قبلوش مشورة الله وما قبلوش كلامه. مع ان النهارده الانجيل في يوحنا 12 يقول لنا معلومه ساعات ما ناخدش بالنا منها، ان كتير من اليهود امنوا، كتير من اليهود امنوا بالمسيح، منهم يوسف الرامي، منهم نيقوديموس اللي كان في المسيح، لكن كتير قوي يقول كده ايه؟ يقول كده ولكن مع ذلك قد امن به كثيرون من الرؤساء. حتى ان في واحده اسمها يوحنا كانت مرات خوزي وكيل هيرودس، امنت وكانت بتخدم رب المجد يسوع المسيح من اموالها. المسيح الرب المجد يسوع المسيح بالعقل المنفتح بيفتح عقلنا عشان نعيش نور ينور فكرنا، فنقبل الكل ونتعامل مع الناس بحب المسيح اللي فينا، والواحد يكبر عقله. ها اللي يكبر عقله فتح مخه. الكنيسة أول ما بتيجي ترشم الطفل المعمد وقت المعمودية أبونا يرشم إيه؟ راسه، عشان يبقى إيه؟ في عنده كده ذهن كده إيه؟ منفتح. وتلاقي ربنا نفسه خلق العينين والودان والفم والمناخ، كل الحواس في الراس اللي مرتبطة بالعقل المنفتح ده، عشان الواحد يبقى ليه فكر منفتح، ميبقاش عقله ضيق. فتح مخك. فيجي ازاي ده؟ بصية بقى وربنا وتعاملاته، تلاقي الواحد فعلا قادر يشوف الامور بمنظور تاني. في الزمن اللي احنا فيه ده محتاجين العقل المنفتح. يعني ايه العقل المنفتح في الزمن اللي احنا فيه؟ يعني في تطعيم ما ناخد التطعيم، في وسائل احترازية هنعمل ده، في كنيسة مفتوحة نبقى متباعدين ونطلب من ربنا ما يقفلهاش أبدا، مش كده؟ أبونا على فكرة وبيبخر بالشريعة وماشي كده يجي عند باب الكنيسة وبخر، اجعل باب بيعتك يا رب مفتوح أمام وجهنا على مر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. يصلي كده دايما. يبقى الإنسان عشان يعيش في نور المسيح محتاج يمشي ورا نور الوصية، محتاج بعقله يقبل الأمور ويقبل الآخرين، يعيش بهذا النور اللي ينور فكره وينور حياته. تاني حاجة قلب متسع. قلب المتسع يخلي الواحد زي ما المسيح كده قال كده النهاردة في الإنجيل،
ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. ما جئت قلبه متسع للكل. مرة رب المجد بعت اتنين من تلاميذه وكم تلميذ كده عشان دخلوا السامرة. هو كان ناوي ينزل أورشليم هيعدي على السامرة، ده غير المرأة السامرية قبليها. فهو نازل كده كان دفلوقة تسعة ما قبلوش بتوع السامرة، يقول لك لأن وجهه كان تجاه أورشليم. فجي يعقوب ويوحنا قالوا له يا رب إيليا قال تنزل نار من السماء وتحرق الناس اللي ما قبلوكش دول، تحرق الناس، فإيه رأيك نطلب تنزل نار من السماء عشان تحرقهم ونخلص منهم؟ إيه ده إيه ده؟ إيه القلب ده؟ قال لهم لستما تعرفان من أي روح أنتما، ابن الإنسان لم يأتي ليهلك بل ليخلص ما قد هلك. القلب المتسع اللي منور فيه ربنا ما يشيلش من حد. لا بلاد انسان غلبان غلط فيا الله يكون ربنا يساعده، ما انا مسامحه بس ربنا يساعده. حد كسر عليا في العربيه ربنا يستر طريقه، انا يعني هعمل اخد منه ايه؟ لما اقعد اشتم هاخد خطيه، هتنرفز هتبقى اعصابي هتضايق. طب انا لسه رايح شغلي ورايح عندي التزامات، لان على ايه؟ اهو ربنا ستر وخلاص. زي واحد معانا في الكنيسه مره، واحد كسر عليه كان عربي يعني، فراح ايه قال لفظ وحش في حقه ومشي، فالراجل فضل ماشي وراه. الراجل ده كان شغله فين؟ في العاشر من رمضان. فطلع على طريق مصر اسماعيليه وقيت راجل تاني ماشي وراه، ابتدى يترعب بقى ماشي وراه ده هيعمل فيه ايه؟ هو طبعا ايه ممكن لا يحمل من العضلات ومن القوة الجسدية الامور. طب انت خايف، ايه اللي خلاك تعمل كده؟ لغاية ما الراجل وصل له وخلاه يقف وقال له انا متأسف حقك عليا مش قصدك اكسر عليك. فبقى الراجل مبلول من نفسه كده، يعني الراجل بيجري وراه عشان يعتذر له مش عشان يتخانق معاه. حكاية غريبة بس حصلت. فليه الواحد في الاول يغلط ويدور يصلح الغلط؟ طب ما تخلي قلبك واسع، ما تغفر وتسامح. ما المسيح هو جه قال يعني يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعرفون ماذا يفعل. ده حتى استفانوس او بني ادم زينا هو بترجم رفع عينه للسماء كده وقال له يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. ايه ده؟ قلب متسع. والقلب المتسع يلاقي نفسه يرى الآخرين في ضعف ويعذرهم، وكمان مش بس يعذرهم ده كمان يحاول يساعدهم. ايه ده؟ نور في القلب، نور في القلب يخليه يعيش في نور رب المجد يسوع المسيح. العقل الايه؟ لأن العقل ايه؟ المنفتح، والقلب الايه؟ المتسع. والثالثة نقول كده ايه؟ الروح المتضع. الروح المتضع. رب المجد في العزة على الجبل أول تطويبة قالها طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. في آخر أسبوع قبل صلبه اعتذر بمنشفة وقعد عند رجلين تلاميذ وغسل رجلين تلاميذ. قال لهم إيه؟ إذا كنت أنا السيد والمعلم غسلت رجليكم، وأنتوا كمان يجب أن تغسلوا أرجل بعضكم بعضا. يعني عيشوا بالفكر ده، لانه كانوا ساعات يتخانقوا في ذهنهم ويقولوا يا ترى مين فينا الاعظم؟ فيجيب ولد كده في النص ويقول لهم يشوف الولد ده، اللي يقبل الولد ده باسمي ها يقبلني، واللي يقبلني هيقبل اللي ارسلني. فوجه فكرهم بدل ما يقارنوا بعضهم ببعض انهم يخدموا الصغيرين ويساعدوهم ويقفوا جنبيهم. ولما جت ام ابني زبدي تقول له عايز واحد على اليمين واحد على الشمال في ملكوتك، يعني عايز مكان متميز، تطلب حاجة روحية حتى مش وحشة يعني. لكن ايه؟ رب المجد يسوع المسيح لهم من اراد ان يكون اولا فليكن اخر الكل وخادم الكل. تقدروا تشربوا الكأس اللي اشربها؟ تقدروا تستبغوا الصبغة اللي انا استبغ بيها؟ قالوا نقدر. لو مما جلوس عن يميني وعن يساري فليس لي ان اعطيه الا الذي اعد لهم. ما
المهم نخش بس السنة نعدي، ها كلنا في الموازين لفوق، ها ولما نقول ربنا أعد لينا مكان نقول لنا ادينا يا رب ان احنا نجاهد عشان نكون أمنا على المكان اللي انت اديتهولي. وتلاقوا كلمة اتكررت في سفر الرؤية في أول في تاني في الإصحاح التاني والإصحاح التالت، يقول أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك. فبدأ المدينة الناس ابتدى ما ربنا عارف أعمالي إن أنا خاطي محتاج أقدم توبة، وكل واحد محتاج يقدم توبة يعرف قدر نفسه إنه محتاج المسيح ينور إرادته وينور حياته ويديله اتضاع بروح عشان يعيش بفكر التوبة اللي يعيش فيها دي، ويعذر الآخرين ويساعدهم بروح الاتضاع. يبقى إذن نور الله اللي عايشنا فيه ده، ونقول مع داود النبي قوتي وتسبيحتي هو الرب، مرتبط بالإنسان اللي يعيش بعقل منفتح، ذهن منفتح، يعيش بقلب ايه متسع، يعيش بروح ايه متضع. فنور المسيح ينور حياته. وعايز اقول لكم سر كمان، لو عاش بده كل ما يصنع ينجح فيه، لان ربنا يديه ويدينه نعمه ويدينه معونه لانه عايش بده. ماذا يفيد الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ نعيش يا اخواتي بفكر فكر نور المسيح اللي نور حياتنا. وربنا دايما يديكم نعمه فوق نعمه، عقل منفتح وقلب متسع وروح متضع لإلهنا كل مجد وكل كرامه من الان والى الابد. امين. اذكروا لي صلاتكم. بالحق يتقدمون الى